منتجات أكثر من رائعة متوفرة على أمازون. Surface Pro 6 أفضل كمبيوتر محمول من فئته مع تنوع الاستوديو والكمبيوتر اللوحي. احصل على المزيد من الطاقة الآن بفضل معالج الانتل كور الجديد من الجيل الثامن. إنه نحيف وخفيف الوزن، وزنه يبدأ من 1.7 رطل فقط، يتوفر بمجسات استشعار الضوء المحيط والتسارع والجيروسكوب. عمر البطارية يدوم طوال اليوم مع تشغيل ما يصل إلى 13.5 ساعة من تشغيل الفيديو. إنه مقترن بغطاء السيجنتشر تايب بمادة الأكانترا الفاخرة والألوان الغنية للحصول على تجربة لوحة مفاتيح كاملة. جالاكسي بودز هي سماعة أذن مثالية لعزلك عن تشتيت الانتباه حتى تتمكن من التركيز على ما تريد. وإذا كنت تريد التصفية عن العالم الخارجي لتكون أكثر انسجاماً مع محيطك، يمكنك تشغيل الأمبيانت أوير 2. يمكنك سماع إعلانات الطيران أو حركة المرور القادمة أو رقم طلبك بينما لا تزال تتمتع بقائمة التشغيل المفضلة لديك أو البودكاست. احصل على ما يصل إلى 11 ساعة من الموسيقى دون توقف، ثم انطلق إلى شحنها في علبة الشحن اللاسلكي واحصل على ما يقرب من 11 ساعة أخرى. حسناً، نسيت أن تشحنها في الليلة السابقة؟ لا داعي للقلق، يمكنك شحنها لمدة 3 دقائق لتستمتع بساعة واحدة من وقت اللعب. بها مكبرات صوت داخلية ومايكروفونات خارجية تلتقط صوتك وتعزله عن الضوضاء الخارجية حتى يتمكن المتصل من سماع صوتك بوضوح. عندما تكون في مكالمة فإن صوتك يمر بثراء وثقة حتى في الأماكن المزعجة. فيليبس سوني كير أصبحت العناية اللطيفة والفعالة سهلة بفضل هذه التقنية المتقدمة من الفرشاة، والتي تزيل ما يصل إلى 7 مرات من البلاك مقابل فرشاة الأسنان اليدوية. قم بحماية أسنانك ولثتك باستخدام مستشعر ضغط ينبض برفق لتنبيهك عندما تقوم بتفريش أسنانك. تعرف دائما على موعد استبدال رأس الفرشاة لتنظيف فعال مع ميزة التذكير باستبدال رأس الفرشاة. يساعد المؤقت لمدة دقيقتين مع كواد باسر على ضمان وقت تنظيف الأسنان الموصى به وتنظيف متسق طوال فمك. لديها بطارية تدوم لمدة 14 يوما. يتيح لك مصباح مؤشر البطارية معرفة وقت إعادة الشحن. Panasonic OLED TV إنه جهاز تلفزيون مدهش للغاية، فهو لديه تباين رائع حيث تكشف تقنية الأوليد عن تفاصيل حقيقية مذهلة وعمق وأنسجة وألوان مذهلة، كما أن دقة وضوحه لا تصدق مع خاصية الرياليتي برو، فهي تعطي صور راقية تصل إلى وضوح 4K مع تقليل الضوضاء على الشاشة. وهناك مجموعة ديناميكية عالية مقترنة مع الآي ماكس المحسنة والدولبي فيجن للحصول على تجربة سينمائية كاملة. أما بالنسبة إلى الصوت فهو ينبثق من شاشة الأوليد بأكملها باستخدام تقنية السيرفس الصوتية ليغمر الغرفة، ولا ننسى أنه مدمج بنظام الأندرويد تي في. حجم شاشته 55 بوصة مع ميزة مساعد جوجل المدمجة أليكسا وجوجل هوم. أبعاده مع الحامل، أما بدون الحامل يأتي معه جهاز للتحكم عن بعد، بطاريات، سلك للطاقة، مكبر الأشعة تحت الحمراء، دليل بدء التشغيل. Paper Spray Gun إنها مجموعة من أدوات الدفاع عن النفس الخاصة بشركة سولت، وهي تشتمل على بندقية رش من الفلفل وعشر جولات من رذاذ الفلفل وعشر جولات تدريب ومجلة واحدة وحالة واحدة قابلة للقفل ودليل مستخدم واحد سهل للمتابعة. هذا السلاح يطلق ما به لمسافات طويلة لحمايتك والتي تصل إلى أكثر من 150 قدماً. به 21 طلقة من النطاق المثبت مقابل 6 إلى 10 أقدام لرذاذ الفلفل العادي. ثبت أنه آمن وفعال من قبل الوكالات بما في ذلك الجيش الأمريكي وشرطة الولاية والمكتب الفيدرالي للسجون، ويتمتع رذاذ الفلفل هذا ذو القوة العسكرية لدينا بعمر افتراضي مدته 5 سنوات، وهو أكثر من ضعف معايير الصناعة.
استخدامه سهل، فلا توجد ركلة عنيفة أو ضجة عالية عند إطلاقها. يمكن تحميله جاهزا للاستخدام لأجل غير مسمى، لذلك عندما تكون في مأزق فإن سولت جاهز للمساعدة. GQ Troopers. إنها سيارات ملحمية يمكن التحكم بها عن بعد، كما أنها تملك أنوارا وأصوات رائعة للغاية، وفي الوقت نفسه هو روبوت متحول قابل للشحن. يمكنك التحكم به عن بعد بنطاق 30 مترا. تستخدم سيارة الRC هذا زرا واحدا للتحول إلى روبوت، وزر واحد آخر لتحويلها مرة أخرى إلى سيارة. تمتلك مميزات عديدة، وهذا هو ما يميزها عن سيارات التحكم عن بعد الأخرى، حيث تمتلك أضواء ساطعة عند التحول، ومحرك أصوات واقعية، ومصابيح أمامية عاملة، حتى إنها تتحدث عندما تتحول إلى روبوت RC فيقول: أنا قوي وأنا مبعوث للسلام للأرض، دعنا نذهب للمعركة من أجل سلام الأرض. كما تقول: السيارة السير وتحويل وطرح، وذلك عند تحويلها لسيارة مرة أخرى. لذلك فهي تعتبر هدية مثالية خاصة لمشجعي فيلم ترانسفورمرز. هناك USB قابل للشحن مع بطارية إضافية يبلغ طولها 29 سنتيمتر، وعندما تكون في وضع الروبوت يصبح طولها 26 سنتيمتر. كما أنها تملك قدرة الدوران بزاوية 360 درجة، يمكن أن تستخدم سيارة الRC هذا المدهشة في الداخل أو في الهواء الطلق. روبو ماستر S1. هو روبوت تعليمي متغير للعبة تم تصميمه لإطلاق إمكانات كل متعلم، مستوحى من مسابقة روبو ماستر للروبوتات السنوية لشركة DJI. يوفر S1 للمستخدمين فهما متعمقا لبرمجة فيزياء الرياضيات والعلوم، وأكثر من ذلك من خلال أساليب اللعب الجذابة والميزات الذكية. يعد تصميم S1 مثالا رائعا على كفاءة الماكينات من خلال التكوينات القوية. يتيح لك التصميم المعياري بناء جهاز S1 الخاص بك من الألف إلى الياء لتعزيز المتعة وتوفير تجربة عملية. إنه يربط العالم الرقمي بالعالم الحقيقي الذي يجلب نظريات مجردة إلى الحياة من خلال العمليات، وهو يدعم لغات البرمجة سكراتش وبايثون التي تتيح للمستخدمين تجربة فيزياء الرياضيات وتقنية الذكاء الاصطناعي بطريقة متطورة وملهمة تجعلك تستمتع بتجربة قيادة فريدة من نوعها وغامرة مع منظور الـ FPV المذهل من الـ S1. جوتو. أول شاشة متصلة يتم رسمها بالقلم. تم تصميمها ليتم تعليقها على الحائط مثل إطار الصورة. إنها ليست شاشة فعلية، بل على العكس تماماً، إنها تقوم بتحويل الصور والكلمات فقط من الشاشة إلى رسومات بالقلم والحبر. فبمجرد إرسال شيء لها يبدأ قلم جوتو في التحرك. تحتوي على ممحاة أيضا، لذا فإن القلم لا يجف، وعندما تكون مستعدا لشيء جديد فإنه ينعش السطح ويجهز نفسه لجوت التالية. جيكي. إنها أداة متعددة رسمية صممها وباعها براد سليجر من كارف ديزاين. جيكي عبارة عن أداة متعددة مبتكرة مدمجة تجمع خبرة أدوات الانتقال في جهاز واحد، وهو بسيط يمكنك حمله معك في أي مكان. إنه مجهز بالكامل بأكثر من 16 وظيفة لمساعدتك في معالجة تلك المشاكل اليومية الشائعة. يتميز التصميم الذكي للأداة متعددة الاستخدامات بأنها خفيفة الوزن وصغيرة الحجم بما يكفي لتناسب وضعها في سلسلتك الرئيسية، وهي مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المتين 420 الذي تم تصميمه بحيث يستمر طوال حياة المغامرين. تم تصميم جيكي خصيصا لسائقي الدراجات النارية والمغامرين في الهواء الطلق والعاملين في المهن اليدوية، وجميع الذين يتطلعون دائما إلى أن يكونوا على استعداد دائم في غضون لحظات. تشتمل ميزات جيكي على أنبوب تدخين ومفتاح تكلم للدراجة وطرف سائق لولبي وقابل الإمبراطوري ومتري مغلق وجزء بت بوصة وتلميح تسجيل وحافة مسننة وفتاحة علب مجرد للأسلاك ملف حاكم إمبراطوري ومتري منقلة فتاحة زجاجات
يمكنك تقديم أداة جيكي كهدية مثالية لأي مناسبة. فلو موشن 1. من الصعب التقاط فيديو سلس باستخدام هاتفك الذكي. جميعنا نعتقد أن اللحظة المثالية قد انتهت وأصبحت ذاكرة مجنونة. لذا نحن فلو موشن 1 وبصفتنا مغامرين ومسافرين وتقنيين نعتقد أنه يجب التقاط تلك اللحظات العظيمة. لهذا السبب جلبنا فلو موشن 1، وهي أكثر مثبتات الهواتف الذكية تنوعا في العالم. مهمتنا هي وضع حد لمقاطع الفيديو المهتزة وجعل الفيديو المهني متاحا للجميع. تم تطوير الجهاز من قبل المهندسين والمصممين ومصوري الفيديو المحترفين، والمصممة خصيصا لالتقاط لحظات الحياة اليومية.